صباح الخير، كيفكم يا أحلى متابعين؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير ورجعت لكم بفيديو جديد. واليوم حابة أشارك معكم الأجواء من بيت أهلي. اليوم جايينا بيبي صغير، رح أروح أشوفه، هو ابن أخي. الله يخلي ولادكم وإن شاء الله الله يطعم كل حدا ما عنده يا رب. فحبيت أشارك معكم هي الأجواء اليوم. اليوم رح أروح عند أهلي، فاليوم حبيت أشارك معكم هي الأجواء وإن شاء الله تعجبكم يا رب. ورح كمان أشارك معكم الفيديو الجاي إن شاء الله أجواء من سفرتنا. هلأ نحن رح نسافر، رح نروح على أرسوس، هاي منطقة هون بتركيا، يعني صايرة بأنطاكيا، قريبة على أنطاكيا تقريبا شي ساعة ونص هيك، يعني بتبعد عنا بس. فرح نروح لهنيك، رح نضل تقريبا شي 4 5 أيام، ما بعرف بالضبط يعني كم نهار. وإن شاء الله رح أشارك معكم الأجواء من هنيك وأصور لكم مقاطع وفلوكات من هنيك، واستنوا الفيديو الجاي إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وبحبكم كتير كتير. وهلأ بقلكم سلام، تابعوا معي كمان الأجواء. هاي طلعنا من الحمام وصلنا جاهزين مشان نلبس ونروح نعيمن يا منوسة. قولي لهم مرحبا. مرحبا. شيلة من تمك، قلن هلا تحممنا ورح نطلع مشوار مع الماما. تحممنا طلعنا الفاي، هاي اغراضنا جاهزين، هلا رح نلبس ونروح. باي، يلا اعملوا لهم باي. باي باي، قلن انتظروا كمالة الفيديو. منو سألي لهم انتظروا كمالة الفيديو. اجت ضرتك، قلت لي حالك اجت ضرتك. جيسيكا جيسيكا اجت الضرة، اجت الضرة جيسيكا، اجت الضرة، اجت الضرة، ايه اجت الضرة. وين ضرتك؟ اجت الضرة، اجت الضرة، يي يي اجت الضرة. قلت لي حالك، قلت لي حالك اجت الضرة، يي 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 اجت ضرتك، اجت الضرة، اجت الضرة، اجت الضرة. وهلا هي جيسيكا بعد ما لبست فستانها، وعم بستنى اخوها الصغير اللي جاي. هي بنت اخي كانت عم تقتل حالها، بيقولوا لها اجت الضره على اخوها، يعني ضرتها وبتقتل حالها من وقت ما كان ببطن امها، هي بتقتل حالها. هي كل ما بيقولوا لها يجي اخوكي، فمشان هيك كانوا عم بيقولوا لها الاولاد عم بيجاكروها، يعني ابوس انا. بس هلا لا، صارت تحبه وشطوره، ما في مثلها، ابوس انا. هيك هي عند اهلي، هي تحضيرات الفطور. هلا وقت اللي يعني وحده عندنا هيك بتولد الصبح بيعملوا لها فطور اول ما تطلع من المشفى، يعني هلا بنكون اوقات مجهزين يبرق وكباب وهيك، اذا كان طبعا لنا خبر. بس هون ولدت فجأة، يعني انه فجأة ولدت وطالعوها، يعني ولدت المساء الصبح كانت مطالعينها، فما لحقنا نعمل شيء، انه بس هيك مامونية وشعبيات وجبنة وهيك. اجوا عماتي وبنات عماتي وعمامي وهيك، كليتهم الصبح بيفطروا عند اهلي. هلا هيك هي التحضيرات.
وهلا هيك هاي الهيطه اللي ضيفناها بعد الفطور. ان شاء الله الف صحه وهنا قلب الجميع والحمد لله على سلامته والله يخلينا. وهي عدونا الصغير ابوس وانا هون. هي طلع من الحمام هلا، هي بعد ما اجى من المشفى، هي هون اليوم طالعه من المشفى هلا، يعني صار له تقريبا شي ساعتين بس. طبعا هون هو ولدان قبل بنهار، يعني هلا هني ما بطلعوا ولا ثاني نهار الصبح. اي هلا هون بعد ما حمموه هي طالع من الحمام نعيما ابوس وانا، وهي عم بقول لكم مرحبا كيفكم، وان شاء الله يكون هيك عجبكم الفيديو. واستنوني بفيديو جديد، قلت لكم انه رح اشارك معكم اجواءنا بسفرتنا، ان شاء الله تعجبكم يا رب اذا الله يسر لنا اياها يعني. واستنوا الفيديو القادم ان شاء الله. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم وانتظروا الفيديو القادم. بحبكم كتير كتير، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. وهلا بقلكم سلام.